اكيد زينب، من بعد ما تابعنا هالمشاهد من المعرض هلا بدنا نرحب بالاستوديو وهو من اهل البيت معنا اليوم، سعيد المانع المصور يلي اتحفنا بالصور واللي شفنا هالمعرض امبارح. صباح الخير سعيد سعد ومبروك المعرض. سعد صباحك ليا، وسعد صباحك زينب. اهلا وسهلا، سعد صباحك ومبروك. الله يبارك فيكم يا رب. هو نجاح للكل، نجاح لي، نجاح للاخباري، نجاح لاي حدا شريك كان معي بالنجاح بالشغل، ولا اهلي ولا رفقاتي، وبالشغل اكثر شيء بما انهم كانوا هن مرافقيني وقت انا كنت عم باخذ هاي الصور. نعم اكيد يا سعيد. سعيد يمكن تفاصيل كثيره مثل ما ذكرت عشناها سوا، لحظات كثير رائعه توثقت بعدسه كاميرا، توثقت بصور لحالها بتحكي بتفاصيلها وبعيون وبوجوه، يمكن بايدين لحالها هي عم تحكي وعم توجه رساله. خلينا نحكي يمكن عن هالدقه بايصال التفاصيل، تفاصيل الاشخاص يلي كنا نلتقي فيه ضمن مهمات الإخبارية السورية. هلا هي كانت كل صورة عم تحكي حكاية. صحيح. أنا ما صنعت حالات وأنا ما صنعت حكاية، كان هنيك ملايين الحكاية. يعني أنا بالعكس، يعني أنا كتير اختزلت من هاي الحكاية. رسالتي كانت الحمد لله امبارح وصلت إنه سلام إلى حلب، من دمشق هنا حلب. من دمشق حبيت وصل رسالة معاناة أهالي حلب المحاصرين كانوا من الأحياء الشرقية. مثل ما شفتي مبارح، تفاصيل صغيرة ممكن كانت عم تحكي قصص كتير كبيرة. الطفولة أكتر شيء كانت هي المستهدفة من هذا بهذا المعرض، لأنه هي كانت الخاسر الأكبر بهذا الحصار. يمكن مثل ما قالت ليا، هي حالات إنسانية كثيرة، يمكن أنت شفتها، خزنتها الذاكرة وأيضا وثقتها الكاميرا. فكان هذا المعرض اللي مثل ما شفنا أنه كثير الناس عم تحكي عنه، عم يمثل حلب كيف كانت عم تنبض بالحياة بأيام الدمار. فكمان تحكي لنا عن الحالات الإنسانية، الوجوه اللي شدتك، الحالات اللي كنت تاخذها. وجوه أمل، نصر، وجوه حزن، وجوه خالية من التعبير. يعني أنا تفاجأت بكذا وش أخذته، ما في تعبير، يعني ما في عنده رياكشن. وأكتر شيء هذا بتشوفيه بالأطفال اللي هو طلع مو فهمان شيء، يعني طلع على بيئة جديدة، طلع على شيء جديد هو شافه، فهو مو فهمان شيء. فهذا اللي استقبل هذا الشيء الجديد بضحكه، اللي استقبله بحزن، يستقبله انه بخوف، يستقبله. يعني معلش سعيد، خلينا نحكي حادثه صارت معنا وقتها كنت عم تصور طفل صغير، وقت ارتعب فكر سلاح للكاميرا، بتذكر؟ مزبوط. وقتها ما حسنت صوره، لانه هذا كثير، يعني هين الحادث، هي اكثر شيء واجهتني صعوبه اني انا اتحمل هي الحالات اللي قدامنا. انه انا كيف فيني انا سيطر على الولد، انه انا كيف فيني سيطر على حالي قدام هي الحالات الموجوده، خاصه انه أطفال موجودة قدامك، وأطفال أكبر طفل فيهم عمره 10 سنين أو 9 سنين. رح نشوف هلأ الصورة كمان عن طفل، نعلق عليها كمان شوي سعيد. هلأ هي الصورة اللي على اليمين هي مدخل حلب، هذا بناء الثالث، الأول والثاني مدمر، الثالث والرابع مأهول، فهذا شيء من أنواع الصمود. الصورة الثانية هي هي الطفل، كان واقف بين الركام وعم يتفرج على المارة بشكل عام. نعم. يمكن خطوة جديدة بدها شجاعة. سعيد، هي يمكن أول معرض بتعمله، قديش اليوم هيك مبسوط؟ قديش حاسس بثقة؟ قديش حاسس بمسؤولية؟ قديش صار عندك يمكن إيمان بقدرة عدسة الكاميرا تبعك إنه أو عينك إنه هي توصل اللي بدك إياه؟ يعني. هلا أنا أكثر ما مبسوط بتوثيق الحالات، مبسوط إنه أنا رسالتي وصلت، أكثر ما أني مبسوط بمعرض فني لعدستي. أنا مبسوط بالشيء اللي وصل، هذا الشيء هو هذا أكثر شيء وصلني وخلى عندي دافع إنه هذا الشيء حيستمر، معرض ولا اثنين ولا ثلاثة كمان، بس حيوثق حالات إنسانية فقط. يعني أنا ما بستهدف الحالات الفنية، أنا ما لي راكد ولا شيء فني، تصوير اشخاص ولا تصوير طبيعه، في الى عالم، وكثير صار هلا بهال
الزمان صاير كتير، بس توثيق الحالات الإنسانية هي اللي ما حدا عم يركض لها. شيء عم يوثق ميداني، شيء عم يوثق فني، لا أنا بيوثق إنساني، والطفولة هي المستهدف الأول. نعم. لما شفت المعرض نجح بهالإقبال، حتى زملائنا من الإخبارية كانوا موجودين، قد ايه حسيت إنه فعلاً وصلت رسالة هالأطفال وهالأهالي اللي كانوا بحلب صامدين، رسالة هالصمود وهالحياة؟ طبعاً هذا الشيء قريته أنا بوجوه العالم اللي عم يشوفوا اللوحات، اللي عاشوا اللوحات. كل حدا أنا يعني ما قبل ما أشرح له استنى هو شو قري من اللوحة، فلاقي قري شيء صح، فأنا هاي رسالتي وصلت وعطتني حافز إنه أنا كفي توثيق حالات إنسانية. إن شاء الله يعني دير الزور، الرياض، دمشق، يعني كلياتها هدول المستهدف والحالات فقط إنسانية. نعم سعيد، يمكن مبارح كان الساعة 5 المساء كان افتتاح المعرض، هو رح يستمر لمدة يومين، يعني مبارح ليوم الأربعاء رح يستمر كم يوم؟ للخميس. للخميس؟ أوكي. لكان ليوم الخميس الساعة 5 كل يوم فيهم يروحوا العالم ويتفرجوا على اللوحات، وبيع هاي اللوحات خلينا ننوه هي رح ترجع على عائلات شهداء الإعلام السوري. طبعاً، لأنه يعني أنا ابن المؤسسة الإعلامية، فهذا الشيء أقل شيء ممكن نقدمه لأسر شهداء الإعلام. نعم. إنه ريع اللوحات لشهداء الإعلام، ومثل ما قلت لك هو مو معرض فني حتى الريع يرجع لإلي، هو توثيق حالات، توثيق حالات إنسانية بالوطن، فريعهم حيكون لشهداء الوطن. ما في شيء شخصي حيكون. سعيد، قلت انه انت حابب تصور الحالات الانسانيه يلي يمكن قلال عم يقدروا يوثقوها، قد ايه في صعوبه بتوثيق هي الحالات، خصوصا انه الحالات الانسانيه يمكن تكون بضحكه، برد فعل، يمكن بمفاجاه ان كانت اليمه ولا مفرحه، شو خصوصيه التصوير بهيك حاله؟ خصوصيه التصوير انك تتعاملي مع الحاله بشكل صح، انك تفهمي انه هي الحاله اللي قدامك هي كانت عم تعاني، فانت ما بدك تورجيها انك انت عم تعامليها كسلعه، انه انت كسلعه، انه انت عم تستهدفيها، انه انت بس بدك تصوريها وتعرضي، لا انت بدك تعيشي معها، تحسيها بالامان، انه انت الحمد لله على السلامه، يعني تعيشيها انه انت كمواطنه كمدنيه مثلك مثلها، بعدين انت تخلدي هي الحاله بصوره تلتقطها بشكل طبيعي ما يحسوا عليك، ولا بتخليهم فعلا يوقفوا مثل ما بدك؟ في حالات معينه ما فيني خليهم يحسوا علي، يعني مثل ركده، شربت مي، قصص، ما فيني اقول لهم استنوا بدي اصوركم، لا. في حالات بدي رياكشن، لا بخليهم ينتبهوا، يعني بخليهم ينتبهوا، اذا انا بدي اياهم يضحكوا بدي ضحكه معينه فانا بخليهم ينتبهوا لهذا الشيء، اذا بدي حزن فانا بخليهم ينتبهوا لهذا الشيء، بس في حالات مثل ما عم تشوفي هلا يعني هي ما بتتصور وانا عم زبطهم، عم لهم لا هيك ولا هيك ولا سعيد هيك. حتى حالات الفرح كمان يعني كيف بيقولوها هيك بلا ما حدا ينتبه، يمكن في صور كثير مبارح انه تفاجأت انه يمكن كنا موجودين بنفس الموقف ولكن انت موثقه بلا ما حدا ينتبه ابدا. طبعا هلا انت عندك اكثر شيء لقيتي الفرح عند الصغار، صح، مع انه هن مو فهمانين النصر يمكن بشكل كامل، مو عم لك مو فهمانين حياه، بس شافوا سعاده على وجه ابوهم وامهم وكذا، فانتقلت هاي الفرح لهم انه هذا الشيء منيح، فالحمد لله الله وفقني انه وثقتها بطريقه عفويه، واكثر شيء احلى شيء وهي اقرب شيء للقلب طبعا. نعم. خلال يمكن المعرض أكيد في صور مميزة لاقت إحسان أو استحسان مثل ما بنقول الناس اللي كانت موجودة، هل في وجوه أو صور أو لقطات معينة ممكن أنه تخليك فعلا أنه بما أنه أول معرض أنه تعرف فعلا الشيء المؤثر أكثر شيء بالمواطن؟ العين هي أكثر شيء أثر، هو نظرات العيون والحالات التعبيرية البعيدة، يعني مثل هي صورة الغزلة، صورة الغزلة اللي عم تتقدم للبنت، فهي الغزلة لحظة سعادة سريعة الذوبان، صحيح، يعني هي لحظة، يعني هي شيء فرح، فهون يعني هي نوع من انواع الفرح. الحالة كمان في الام اللي عم تمسح عيونها من البكي، هي عيونها اصابعها اسود وعم تمسح تعب اصابعها تعب وعم تمسح الدمعة. يعني قد ايه صار لهم كانوا طالعين من الاحياء الشرقية؟ ما كان صار لهم وقتها كم ساعة فوراً. ما صار لهم كم ساعة طالعين وطلعوا للحياة، يعني واحد كان بجحيم وصار بجنة، فكيف بدها تكون ردة فعله؟ صح. فهي إجباري. الصور المهمة كانت هي توثيق أثر الأزمة عند الأطفال واستخدامهم لأدوات طبيعية، لأدوات العنف مثل العصاية بيستخدمها
مثل بشبهها للبارودة. فهذا الشيء كان كتير مهم. هاي الصورة عم يجر الحياة بطريقة كتير صعبة. فعلا كتير معبرة لك سعيد. يمكن كتير في مواقف تعرضت لها كان كتير تعب، خلينا نحكي يمكن عن هيك شيء نضحك شوي، هيك يعني شيء موقف طريف صار معك انت وعم تصور، او شيء رياكشن من ولد، او حدا حاول يقلدك من الاولاد. هلا اكثر شيء هي اللي كان ركضت الاولاد، هلا كل ما اتعب لاقي الاولاد يركضوا علي بدهم يتصوروا ويرفعوا اشاره النصر، بس هيك كل ما يرفعوا اشاره النصر ونفس الولد صورني 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 صورني، انا مو فهماني شو هو، يعني مو فهماني انه شو عم يصير، بس شيء جديد لإلهم وعم يلاقوني اني انا عم حابب اني اعمل هذا الشيء، فكانوا حابين هذا الشيء، واللي روح التعب هو نظراتهم. واكثر شيء قلت لك تعبني هو اني اتحمل هاي الحالات قدامي، بس صح انك تفصل بين طبعًا شغلك وبين مشاعرك ايضا. وانا وقت عم صور ما عم صور من نوع انه شغل، لا انه مو من دافع انه انا هلا بمهمه شغل، لا انا هلا بمهمه لازم اوصل هذا الشيء لكل شيء ان كان دمشق ولا خارج دمشق. والحمد لله يعني اول معرض، وان شاء الله حيكون في معارض ثانيه عم تحكي عن الحالات الانسانيه سوق حلب بكافه المحافظات، كل محافظه بيحرف فيها شيء بالجيش العربي السوري. عدسه رح توثق الحاله الميدانيه وعدسه رح توثق الحاله الانسانيه. اللي كان بالنص المعرض هو دور الجيش العربي السوري بالمصر، خلدته هذا الشيء بصوره عسكري طالع مع مدني وبنته الصغيره، بنته الصغيره حامله العلم السوري وحامله لعبه، فهي كانت وراهم في دمار، فهي كانت مكونات النصر، انه من رحم الدمار الجيش العربي السوري طلع المدنيه، فهو كان العامل الاساسي والشريك الاهم بتحقيق النصر وتحرير هدول الأشخاص. نعم. كان سعيدة التصوير الفوتوغرافي هو غير عملك الأساسي، فخلينا نسألك كمان في يمكن أفكار جديدة بالإضافة للمعارض، ممكن أنه يكون مثلا في تسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن أنه يكون في رسائل مترجمة بلغات معينة. رسائل ما في رسائل، هي بقول الصورة بتحكي صورة، يعني الصورة اي لغه حتقراها مثل ما حيقرا، يعني انسان عم يقرا، الانسان هو واحد وين ما كان، فهو نظرته للصوره حتكون واحده. والتصوير الفوتوغرافي غير التصوير التوثيقي، انا ما عم بعمل شيء فني، يعني انا ما عم بعمل شيء لاشهر اسمي بطريقه فنيه، لا انا عم وصل رساله، وانا يعني انا هذا اللي بدي اياه وهذا اللي بهمني، ولا فيه فينير ولا فيه اديت ولا فيه اي شيء، مثل ما هي الحاله، بس امسكيها انت القطيه هالفريم القطيه وعرضي، ما في داعي انك تعملي اي شيء. من 1300 صوره صاروا 100 صوره، كل صحيح. صوره في حكايه، ومثل ما شفتوها في صور كمان احلى واحلى، بس ما كان فيني اعرض كل الصور. هلا وصلت رساله كمان من حجم الصور، كله كان بحجم واحد، انه المعاناه واحده كمان. ما في شيء طاغي عن شيء، ما فيني يكبر شيء وصغر شيء، يعني بدي يكبر شيء حيهتموا فيه اكثر من الحجم الاصغر. فهذا الشيء خلاني انه اساوي هالشيء كله بحجم واحد. نعم اكيد نحن نتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله يا رب دائما بتكون بالصفوف الاماميه ومع ابطال الجيش العربي السوري عند تطهيرهم لاي منطقه، وبتوثق مشاعر الفرح لعوده الاهالي لبيوتهم. نحن كثير بدنا نشكرك سعيد موفق، واكيد كل حدا فيه يزور المعرض بدار الاسد للثقافه والفنون ليوم الخميس، مستمر المعرض، موفقين يا رب، واكيد كل الشكر لكل شخص ساهم بنجاح المعرض. شكرا كثير لك طبعا سعيد. بتشكركم وبتشكر الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون، بتشكر وزاره الاعلام، بتشكر رفقاتي واحد واحد، يعني اللي بيعرفوا حالهم انه كانوا معي خطوه بخطوه، ومثل ما قلت لكم نجاح مو لي، نجاح لي ولكل الاخباريه ولكل كل شيء كان معي بالمهمه، حس بنتيجه المعرض لانه عاش اللحظه مثل ما انا عشتها بالضبط. صحيح. هو ما حسني خلده صورة، أنا خلدت له صورة مشان يرجع يشوفها، هو خلدها بذاكرته وأنت وثقت له إياها بالصورة. يا سعيد أنت من أهل البيت مثل ما قلنا، نجاحك ونجاح لكل كادر الإخبارية طبعا. ومبسوطين فيك كتير، وإن شاء الله منستضيفك بمعارض مهمة توثق طبعا فيها رسالة وطننا الحبيب سوريا وأيضا نصر الجيش العربي السوري. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا كتير لك سعيد.